السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم الأستاذة آية محمد. سوف نقوم اليوم بشرح صورة الأعلى في المحور الثالث مجتمعي. صورة الأعلى. صورة الأعلى هي صورة مكية، وسميت الأعلى لأنها افتتحت بقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وكانت من الصور المحببة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي بها صلاة الجمعة وصلاة العيدين. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين والجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعتا في يوم فيقرأ بهما. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. تتضمن الصورة عددا من المحاور. في المحور الأول صفات الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يصف الله سبحانه وتعالى قدرته في خلق جميع المخلوقات حولنا، فيبين أنه قد أتقن خلقها وقدر رزقها وهدى كل خلق إلى ما يناسبهم، وأنبت العشب الأخضر فجعله بعد ذلك هشيما جافا متغيرا إلى السواد بعد اغضراره. في المحور الثاني خطاب الله لرسوله الكريم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سنقرأك أيها الرسول الكريم القرآن على لسان أمين ووحينا جبريل عليه السلام، وسنجعلك حافظا وواعيا بما سيقرأ عليك بحيث لا تنساه في وقت من الأوقات. وهذه بشارة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه سبحانه تعالى يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى منهما، ونيسرك لليسرى في جميع أمورك، ومن ذلك تسهيل تلقي أعباء الرسالة، وجعل دينك يسرا لا عسر فيه،
فعظ قومك يا محمد بالقرآن والتذكير واجب. في المحور الثالث، حقيقة الدنيا والآخرة وعلاقتهما بالجزاء. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الذي سينتفع بتذكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحريص على الهداية الذي يخشى البعد عن الله عز وجل، وسيتجنب التذكرة من اختار الاستمتاع بالدنيا دون إرضاء الله سبحانه وتعالى فيتمادى في الظلم ورفض الإيمان، فإن كل اختيار يختاره الإنسان له عواقب. ثم ختمت الصورة بأن هذه المعاني موجودة في جميع الكتب السماوية لأنها من أهم المعاني في حياة الإنسان. وهنا يأتي بنك الأسئلة، لماذا سميت سورة الأعلى بهذا الاسم؟ لأنها سورة مكية وسميت بهذا الاسم لأنها افتتحت بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. لماذا يصف الله عز وجل جميع الأشياء حولنا؟ ليبين سبحانه وتعالى لنا أنه قد أتقن خلقها وقدر رزقها. من الذي يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى منهما؟ الله عز وجل هو الذي يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى منهما. من الذي سينتفع بتذكرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي ينتفع هو الحريص على الهداية الذي يخشى البعد عن الله عز وجل. من الذي سيتجنب تذكرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي سيتجنبها من اختار الاستمتاع بالدنيا دون إرضاء الله عز وجل فيتمادى في الظلم ورفض الإيمان. وهنا قد انتهى درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.